بنتعرف في بداية الفيلم على ستيج، الراجل اللذيذ الصايع اللي بيعرف يثبت أي بنت، وده بيبان لما بيكون مستني صاحبه بوبي في كافيه وبيعاكس الويترس وهي الحقيقة بتتثبت من أول غمزة. لكن بنتفاجئ إن ورا الراجل اللذيذ ده مجرم، بيكون متفق هو وصاحبه بوبي يولعوا في المكان، وفعلا بينفذوا خطتهم وبيحرقوا الكافيه واللي بيظهر بصورة حريق بسبب المطبخ وبيمشوا. وما بنكونش فاهمين سبب كل ده لحد ما بنرجع معاهم فلاش باك لورا قبل الحريق بأسبوع، وبنشوف بوبي وهو رايح المكسيك مع ستيج عشان يقابل تاجر مخدرات كبير اسمه بوبي جريكو، وهناك بيدخل له بوبي لوحده وبيستنى ستيج بره. بيقعد بوبي مع رجالة جريكو لحد ما يجي وقت مقابلته، وبيكتشف ان في شنطة محطوطة جنبه، ولما بيقولوا له يفتحها بيلاقي فيها راس صاحبه اللي كان كمان بيشتغل مع بوبي جريكو واللي اسمه ليتل تورو. وبنكتشف ان ليتل تورو قرر يغدر بجريكو ويسرقه، وكان جزاته انه يتقتل او بمعنى اصح يتذبح. ولما بيقابل بوبي جريكو بيلاقي جريكو مخونه بعد اللي حصل مع تورو وبيرفض يديله بضاعه، لكن بوبي ما بيتهزش وبيتكلم بثقه وبيدي فرصه لجريكو كام يوم ويسلمه مخدرات وبيسيب له مقابلها فلوس وجوازات سفر. اما بره المكان بيكون ستيج بيستفز رجاله جريكو اللي بيتدربوا على النشان بضرب الفراخ بالرصاص، فبيعلم عليهم كلهم وبيقدر ينشن على كل الفراخ الموجوده من اول ضربه. ومن هنا بنكتشف شطاره ستيج في النشان والكنس. وفي طريق رجوعهم بيحكي بوبي لستيج اللي حصل، وبيقول له ستيج انهم لازم يستولوا على البنك اللي جريكو حاطط فيه فلوسه، وساعتها يخلعوا ويكسبوا الفلوس ومحدش يعرف عنهم حاجه. بس قبل ما يكملوا خطتهم بتوقفهم لجنه على الطريق، وبيكون واضح كده انهم مستنيينهم هم بالتحديد، وبيرفعوا السلاح على بوبي وستيج وبيقبضوا عليهم. وفي التحقيق بتكون المحققه ديبي بتحاول تخرج من ستيج اي معلومه عن علاقته بتاجر مخدرات جريكو، لكن هو كالعاده بيستخدم صياعته عليها وبيعاكسها، فبتسيبه وبتروح للاوضه الثانيه اللي بيتحقق فيها مع بوبي. وهناك بنكتشف مفاجاه ان بوبي اصلا ضابط مكافحه مخدرات ومتجند من الشرطه عشان يوقع جريكو، وبتكون ديبي هي المشرفه عليه ورئيسهم الكبير هو جيساب. بيقول لهم بوبي انه خلاص في طريقه للقبض على جريكو وانه بس محتاج شويه وقت زياده، وفعلا بيفرجوا عنهم. وبنكتشف المفاجاه الثانيه بالليل ان بوبي على علاقه جنسيه مع ديبي، ودي مش علاقه حب ومش متصاحبين ابدا، هي بتحبه وهو بيكابر ومش بيعترف بحبه لانه راجل مركز في شغله بس، وده اللي مخليها مصاحبه واحد تاني اسمه هارفي، وبالرغم من كده لسه بتقوم بعلاقه مع بوبي. واللي بيحكي لها وقتها عن خطه ستيج لاقتحام البنك وسرقته، وبيقول لها انه من خلال الفلوس اللي هيسرقوها يقدروا يتتبعوا مصدرها، ومن هنا تكون مدخل للقبض على جريكو. بتحس ديبي ان الموضوع خطر وبتقول له انها لازم ترجع لرئيسهم جيساب، بس بوبي بيرفض وبيطلب منها تديله فرصه، وان المخاطره دي هي اللي هتوقع جريكو وده اللي هم عاوزينه. وبيقول لها انهم هيقتحموا البنك الساعه 3 وعاوزها تيجي هي وقوه من الشرطه على 3:30، ويقبضوا على ستيج اللي هياخد حكم 20 سنه. ومن هنا بيقرروا ستيج وبوبي يحرقوا الكافيه اللي في وش البنك عشان ما تكونش في اي كاميرات شغاله تلقطهم وقت السرقه او ناس تلاحظهم، وفعلا بتنجح خطتهم وبيدخلوا البنك وبيثبتوا اللي فيه، وبيكون بنك صغير متخيلين ان كل اللي فيه هو 3-4 مليون فلوس جريكو، لكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا الفلوس اكتر من 43 مليون دولار، وبياخدوا الفلوس وبيهربوا. بس بيتفاجئ بوبي ان ديبي والشرطه ما جوش في الميعاد، وانه بيقدر هو وستيج يمشوا بسهوله وبيروحوا مكان بعيد يشوفوا هيتصرفوا في الفلوس ازاي. وهناك بيقول له ستيج ان المبلغ الكبير ده اكيد وراه ناس تقيله مش هيسيبوهم في حالهم، لكن قبل ما بيفكر ستيج في الكارثه اللي وقعوا نفسهم فيها بيحس ان بوبي هيغدر بيه، فبيرفع سلاحه على بوبي اللي بيكون مجهز شرطة البوليس عشان يقبض على ستيج، وبيضرب ستيج بوبي طلقه في كتفه عشان يوقعه من غير ما يقتله ويقدر هو يهرب. وبيكتشف وقتها ان بوبي خدعه وانه تبع شرطة مكافحة المخدرات وهو كان فاكرهم صحاب، فبياخد بعضه وبيمشي مع الفلوس. اما بوبي بيحاول يقاوم ويقوم لحد ما بيلاقي عربية ماشية بيثبت اللي فيها وبياخدها منهم. وفي الوقت ده بيكون ايرلي الراجل صاحب الفلوس الكتير اللي في البنك وصل البنك وبيحقق بنفسه مع مدير الخزنه، ومش بس كده ده كمان بيسمح لنفسه يعاقبه ويعوره في ايده، وبيبان انه راجل تقيل ومسنود جدا لدرجه انه حتى قوات البوليس كانت مستنيه بره ومش بيجرؤوا يتكلموا معاه نص كلمه. ومن خلال الاحداث بنكتشف ان ايرلي ده رئيس الاستخبارات المركزيه. طب ده علاقته بالمخدرات وجريكو؟ ده اللي هنعرفه من خلال الاحداث، وهسيبكم تخمنوا العلاقه وشوفوا تخمينكم طلع صح ولا غلط. المهم ان الفيلم ده مليان تويستات طول الاحداث، فبنكتشف انه حتى ستيج ما طلعش نصاب ومجرم وطلع ظابط في البحريه العسكريه، وانه في مهمه رسميه برضه عشان يحمي الامن القومي من تجار المخدرات امثال جريكو، وان رئيسه القائد كوينتس هو اللي مجنده للمهمه دي. بيقابل ستيج القائد كوينتس وبيحكي له اللي حصل، وبيتعصب كوينتس عليه لما بيعرف ان ستيج ما قتلش بوبي واللي هيكون بالنسبه لهم شخص كشفهم، فبيقول له انه لازم يقتله، وبيروحوا للمكان اللي ساب فيه بوبي بس هناك مش بيلاقيه، فبيظهر وش كوينتس الحقيقي واللي بيشتبك مع ستيج نفسه، وبيكون عاوز يخلص عليه. ومن هنا بيحس ستيج ان في حاجه غلط،
وانه جايز جدا يكون كوينز اصلا نصاب وبيضحك عليه ومجنده لصالحه مش لصالح البلد زي ما كان متخيل، لكن بيقدر يخلع من الاشتباك ده وياخد العربية ويهرب. اما بوبي بيروح يقابل ديبي وبيعاتبها انها ما قبضتش على ستيج عند البنك زي ما اتفقوا، وهي بتتحجج انه نفذ العملية بدري عن الميعاد، ولما وصلت هي ورجالة الشرطة كان هو وستيج هربوا. بيطلب منها بوبي تدور اكتر في سجلات ستيج وتعرف مين اللي وراه لانه يشكك فيه، وبتوعده انها هتعمل ده. اما هو بيقرر يروح لبيت ستيج ويدور بنفسه يمكن يوصل لاي خيط، وهناك اول ما بيدخل بيلاقي ستيج مراقبه من بره البيت وبيتصل بيه وبيقول له انه كان متوقع وصوله وانه عاوز يتعرف عليه اكتر ويعرف حقيقته وليه عمل معاه كده. ولما بيشوف بوبي انه معاه سلاح قنص بيفهم ان ده سلاح عسكري وان ستيج هو كمان ظابط ولكنه تبع الجيش مش الشرطه، وبكده ورقهم بيتكشف على بعض. لكن في نص كلامهم بيلاحظ ستيج وصول كوينز ورجالته للبيت عشان عاوزين يخلصوا عليه، وفورا بيحذر بوبي وبيقول له على طريقه يهرب منهم، وبكده بينجحوا الاثنين يهربوا من كوينز ورجالته لكنهم مش بيهربوا مع بعض. وتاني يوم بيقرر بوبي يروح لجريكو مباشره ويساله على بلاطه كده عن مصدر كل الفلوس دي عشان يعرف مين اللي وراها واللي السبب في كل القلق اللي حاصل ده. وده ما بيكونش تفكير بوبي لوحده لانه في نفس الوقت بيوصل ستيج وبيقفش جريكو وبيكتفه في عربيته وبيهرب بيه، وبيجري بوبي ورا ستيج وبتحصل ما بينهم مطارده ممتعه جدا بيكون ستيج مستمتع بيها، وفي الاخر بيلاقوا ان الحل الامثل انهم يتعاونوا مع بعض، وفعلا بيعملوا كده، بيكتفوا جريكو وبياخدوه على مكان بوبي اللي بيختاره واللي بيكون بيت ديبي، وهناك بيحققوا معاه وبيعرفوا منه ان صاحب الفلوس دي هو ايرل رئيس الاستخبارات المركزيه، واللي بياخد اتاوه من جريكو وامثاله من تجار المخدرات والسلاح وغيرهم عشان يمرر لهم عملياتهم بسلام، يعني نقدر نقول انه راجل فاسد. وقتها بتوصل ديبي وبتتصدم بوجود جريكو عندها في البيت، ولكن مش بتلحق تتخانق مع بوبي لان في اللحظه دي بيوصل كوينز ورجالته، فبيهرب بوبي وستيج معاهم ديبي. وفي الطريق بيحس بوبي ان في حاجه غلط وازاي عرف كوينز بمكانهم، فبيشك في ديبي ان هي اللي بتتواصل معاه وبتبلغ عنهم. ما بيلحقش برضه يتهمها وبيلاقي رجاله جريكو اللي قدر يهرب هو كمان محاصرينهم من كل مكان وبيخطفوهم. بيعذب جريكو بوبي وستيج وبيقول لهم انهم ودوه وودوا نفسهم في داهيه لما جم عند فلوس ايرل، فبيقولوا له انهم هيقدروا يرجعوا له الفلوس بس يفكوهم ويديهم فرصه، فبيوافق جريكو بشرط انه هيفضل واخد ديبي رهينه ولو ما رجعوش الفلوس هيقتلها. وساعتها بيظهر حب بوبي لديبي بالرغم من شكه فيها الا انه بيقرر يوصل للفلوس ويرجعها لجريكو عشان ينقذها. وفي طريق رجوعهم بيقول له ستيج ان الفلوس سلمها لكوينز واكيد عنده في خزنه المكتب جوه البحريه العسكريه، وكعاده ستيج بيحب المخاطره والتهور بيقوم باقتحام البحريه العسكريه وبيشتت القوات بانه بينزل بوبي عند مبنى مكتب كوينز وهو بيجري باقصى سرعه عشان يوصل لرئيس البحريه، وهناك بيقدر يقتحم المكتب وبيقول للريس انه محتاج يقول له امر طارئ جدا، وده اللي بيخلي الريس يديله فرصه يتكلم، وبيحكي له ستيج عن خطه اقتحام البنك وانه كل ده في سبيل البلد، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي الريس بيقول القانون لا يحمي المغفلين وان كوينز غفله والدوله عمرها ما هتسمح باقتحام وسرقه بنوك. اما بوبي بيكون قدر يقتحم مكتب كوينز وهناك بيرمي له كوينز شويه كلام ياكد له ان ديبي خاينه وان كوينز ده هو هارفي صاحب ديبي، وانهم الاثنين قرروا يستغلوا بوبي واستيج عشان ياخدوا الفلوس ويقسموها ما بينهم. وقبل ما بيعرف بوبي مكان الفلوس بتقتحم القوات المكتب، فبيقدر يهرب بوبي بسرعه وبيحصل قلق في المكان كله، وزي خطه ستيج وبوبي في الكافيه بيكررها مره ثانيه بوبي وبيولع في المقر كله بعد ما بيكون لبس بدله ضابط بحريه، وبيقدر يخرج من المكان بكل هدوء وشياكه، وبيروح على بيت رئيس وجيسب وهناك بيلاقي ايرل مستنيه، وبيقتل ايرل جيسب وبيهدد بوبي انه لو ما رجع لهمش الفلوس هيلبسه تهمه قتل رئيسه، وبكده هيبقى ضابط فاسد وحرامي وقاتل. بيعرف بوبي ان ما قدموش حل غير انه يرجع الفلوس. في الوقت ده بيكلمه جريكو بيقول له ان المهله انتهت وانه هيقتل ديبي، لكن بوبي بيترجاه ما يقتلهاش وانه خلاص معاه الفلوس، بس جريكو مش بيصدقه، وبنلاقي ان ديبي بتاخد السماعه من جريكو وبتقول لبوبي يهرب بالفلوس لو معاه وانها بتاخد جزات خيانتها ليه وده اللي تستحقه، لكنها عملت كل ده لانها كانت بتحبه وهو كان رافضها. وفعلا بيخلص جريكو على ديبي وبيتسلل بوبي لمكان خطف ديبي وبيشوفها وهي مقتوله وبيكون متاثر جدا لموتها، لكنه بيلاحظ خاتم في ايدها بيحس انه عن طريقه هيقدر يوصل لمكان الفلوس، وفعلا بيكون الخاتم ده مجرد تمويه بيوصله لمكان الفلوس اللي بتكون مرصوصه جوه سرير كبير. اما ستيج ما بيكونش عنده علم بكل ده، وكل اللي بيقرره هو انه يخلص على العصابات دي كلهم ويلبسهم في بعض، وبيقول لبوبي خطته، بيكلم كوينز ويقول له انه هيسلمه الفلوس مقابل انه يقتل جريكو، وبيكلم جريكو ويقول له انه هيسلمه الفلوس مقابل انه يقتل كوينز، وبيقابلهم هما الاثنين في نفس الوقت في نفس المكان، وبكده يخلي الاثنين يخلصوا على بعض. لكن المفاجأة ان في الوقت ده بيوصل الراس الكبيرة ايرل، واللي بيستغرب ستيج وصوله لانه ما كلموش، لكن بيكون اللي كلمه هو بوبي لانه عارف انه الوحيد اللي قادر يأمنهم ويخليهم يمشوا بسلام.
اما جريكو وكوينز فكانوا هيخلصوا عليهم اصلا، وبيوري بوبي الايرلي فلوس ماليه العربيه وبيرمي له مفتاحها، وبيقف جريكو وكوينز مصدومين لانهم ما يقدروش يسدوا مع ايرل. بيتضايق ستيج من بوبي وبيقول له ازاي بالسهوله دي بتسلم الفلوس لراجل فاسد، لكن بيتضح ان بوبي لسه خطته ما خلصتش، وبيفجر العربيه اللي فيها الفلوس، وبكده بتحصل اشتباكات بين الثلاث عصابات، وبيقدروا ستيج وبوبي يهربوا بسلام، وبتتحول علاقتهم من بعد ما كانت علاقه مصلحه لعلاقه صداقه وقرب. وبيفاجئ بوبي ستيج لما بيقول له في نهايه الفيلم ان الفلوس اللي فجرها ما كانتش ال 43 مليون كاملين، وانه اخذ منهم جزء مكافاه لنفسه ولستيج. وبيخلص الفيلم على كده بصياعه وذكاء بينهم، وبيقدروا يطلعوا نضاف من كل العبث اللي حصل. الفيلم ده من كتابه ريم هشام المعاليفي وتعليق صوتي ستيفن حليم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في الصفحه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده.